السلام عليكم. بومبيو رجع اتصل على العراق من جديد، وهذه المرة استقبل اتصال وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين. والسيد بومبيو هذه الأيام اتصالاته مقلقة بالنسبة للعراقيين، لأن إحدى آخر اتصالاته كانت هي قضية إبلاغ العراق بالقرار المبدئي لإغلاق السفارة الأمريكية، واللي سبب قلق كبير جدا بين الأوساط العراقية وحتى الدولية، أن العراق راح يدخل في عزلة دولية. هذا هو واقع الأمر اللي راح يصير. لكن على الرغم من ذلك، هذا الاتصال كذلك لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع السفير الأمريكي ماثيو تولر بكلام وبتواصل جديد وبحوار جديد، قد تكون فتح خطوط جديدة لمعاودة أو العدول عن القرار اللي وصلت إلى أمريكا في إغلاق السفارة. هذا طبعا يعني شيء قد يكون مهم، لكن في نفس الوقت لحد الآن الولايات المتحدة الأمريكية ما عدلت عن قرارها نهائيا، ولا زال القرار ساري، ولا بينوا أي شيء بأنهم متوجهين إلى هذا الموضوع، لأنه الأمريكان يريدون إجراءات على الأرض، يريدون الحكومة تتصرف ضد هذه الميليشيات وضد هذه الأطراف اللي تشتغل خارج إطار الدولة، وهدفها هو زعزعة أمن واستقرار العراق وإيذاء البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي بشكل أساسي. على سبيل المثال، يعني النائب عن القوى الكردية السيد غالب محمد صرح بهذا التصريح اليوم على هذا الموضوع، قال يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات واقعية ملموسة لتطمين البعثات والسفارات أمنيا وإنهاء وجود التهديدات أو المخاطر التي تتعرض لها. المشكلة في إحصائية مثيرة جدا، في آخر 10 أشهر من ضربة المطار إلى يومنا هذا صارت عندنا ولادة 9 ميليشيات جديدة ظهرت على سطح الأرض، لا لها علاقة بالمؤسسة العسكرية ولا لها علاقة بأحد، وكل هذه الميليشيات تتبنى قضية الانتقام لما حدث في مطار بغداد. وهذه طبعا يعني فت قضية خطيرة جدا، والبعثات الدبلوماسية والسفارة الأمريكية وغيرها قد تكون هذه واحدة من الأسباب اللي خلتهم يوصلون إلى مثل هذه القرارات. هسه البعض يقول شنو هذه الميليشيات وشنو أسماءها، للي هو غير مطلع أو عنده شك بالعدد اللي جبناه في هذه الحلقة. شوف شنو هذه الأسماء بسرعة. أولا أصحاب الكهف، عصبة الثائرين، سرايا ثورة 20 الثانية. رابعا قوات ذو الفقار، سرايا المنتقم، أولياء الدم، وأيضا ثأر المهندس، وقاسم الجبارين، والغاشية. هذه هي الأسماء اللي طلعت عندنا بالعراق في آخر 10 أشهر. المشكلة أنه أكو تخوف، وهاي تسريبات ومعلومات موجودة سمعنا بها، أنه راح تطلع بعد أسماء جديدة، بعد ميليشيات. وهنا يعني هذه هي يمكن لبة المشكلة اللي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية، أنه ما يصير شيء تجاه هذه الأطراف، تتصرف بكيفها، تتحرك بكيفها. ولحد الآن ما سمعنا أي تقدم في هذا الاتجاه ضد هذه الأطراف وهذه الميليشيات، أو حتى وصف رسمي إلها بأنها إرهابية، وهي إرهابية، يعني تصرفاتها لا تدلل أنه هي يعني تصرفات صديقة مثلا، أو تصرفات تهدف إلى استقرار معين أو شيء. لا بالعكس، الكل أصلا تبرأ منها والكل صرح ضدها. هسه هذه القضية لا تمنع أن نقول أنه الحكومة العراقية فعليا، حكومة السيد الكاظمي، سوت نوع من التقدم في آخر 10 أيام، يمكن حتى أكثر من 10 أيام. لحد الآن ما شفنا أي صاروخ كاتيوشا أو صاروخ جراد أو من هالصواريخ الجديدة اللي يسووها انضربت على المنطقة الخضراء. أكثر من 10 أيام ما سمعنا صفارات الإنذار أو صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية. وهذه قضية تحسب لحكومة السيد مصطفى الكاظمي. ليش تحسب؟ لأن في تاريخ 28/9/2020 سربت البوليتيكو وحدة من النقاط المهمة اللي أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بها العراق على هذه القضية تحديدا، لأن أكو تايم فريم، أكو وقت محدد، مدة زمنية محددة الأمريكان نطوها للعراقيين حتى يعدلون من الموقف هذا كله. فشوف شنو اللي قالت البوليتيكو حتى راجع بشكل واضح في تاريخ 28/9، قالت منح القادة العراقيون إطارا زمنيا مدته 10 أيام لإظهار تقدم ضد الميليشيات، وإلا فإن الولايات المتحدة ستسحب سفارتها. الآن إحنا أكثر من 10 أيام، ويمكن هذا هو السبب اللي خلى اليوم بومبيو يخابر السيد فؤاد حسين، وتصير لقاء بين رئيس الجمهورية برهم صالح وماثيو تولر. أكو نوع من التقدم يبدو الملموس من الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المجال. لكن أيضا أكو سبب آخر، البعض يعتقد هو راح يخلي السفارة بهذا الموقف وراح تظل هالشكل ما بين نغلق وما نغلق، وهي طبعا الانتخابات
الأمريكية هي السبب الأكبر في هذا الموضوع، لأن إذا صارت أي عملية ضد السفارة الأمريكية فراح تتخربط الوضعية بالنسبة لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب. هذا الموضوع اليوم حجت بالCNN. شوف CNN شنو اللي قالت اليوم، قالت إن أي هجوم ناجح على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق سيوجه ضربة قاضية لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا معناته باختصار إذا كان هذا فعليا هو السبب الرئيسي في وصولنا إلى هذه النقطة، قد يكون معناته أنه أصلا السفارة الأمريكية ما راح تغلق وما راح تنطي أصلا هذا الانتصار لإيران، بحسب وصف بعض الأوساط أنه راح يكون انتصار لإيران إذا ما أغلقت السفارة الأمريكية. لذلك الموضوع هو فقط فترة زمنية إلى الانتخابات، وبعد الانتخابات راح نشوف عدول أمريكي وعودة لفتح السفارة الأمريكية من جديد في بغداد. فهل يا ترى هذه الأمور هي ستكون مصيرية بالنسبة للعراق؟ الإجراءات اللي اتخذها السيد الكاظمي هل هي كافية الآن وإن كانت ليست هنالك تحركات مباشرة ضد هذه الميليشيات؟ هل هي كافية لإقناع الأمريكان والبعثات الدبلوماسية بالعودة إلى عملهم بشكل طبيعي من جديد؟ سنناقش هذا الموضوع طبعا مع ضيفنا من ستوكهولم عبر السكايب الكاتب والباحث في الشأن السياسي الدكتور سلام قاسم. حياكم الله دكتور سلام، وأريد أبدي مع حضرتك مباشرة هذا الاتصال بومبيو بالسيد فؤاد حسين، لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع ماثيو تولر السفير الأمريكي في بغداد، ألا يدلل ذلك أن هنالك توجه للعدول عن قرارهم المبدئي في إغلاق السفارة الأمريكية؟ وممكن نقول أن حكومة السيد الكاظمي نجحت نوعا ما في الوصول إلى تأمين هذه المناطق من هجمات الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة. تحية لك يا أستاذ أحمد ولمشاهدي قناة التغيير الكرام. حياكم الله دكتور. الحقيقة إذا تلاحظ يعني قبل 10 أيام كان التصعيد أكثر جدية، وحتى كان الخبر هذا يتصدر وسائل الإعلام، لكن بعد هذه 10 أيام شاهدنا أنه التصريحات من كافة الفصائل المسلحة، وإضافة إلى أنه الكتل السياسية أخذت تتبرأ من الضربات ضد السفارة الأمريكية وقوات والأرتال العسكرية وما شابه ذلك. هذه التبريرات الحقيقة أعطت نوع من الهدنة، هي ما جاءت جزافا، جاءت نتيجة ضغوط بالتأكيد، إضافة إلى الحركة اللي تحركها الكاظمي بالفترة الأخيرة وحكومته باتجاه هذا الشيء هو لتقليل التوتر. ولا ننسى أيضا أن هذا التوتر أو هذا التصعيد جاء ألقى بظلاله بعد، خصوصا أنه الانتخابات الأمريكية هي بطلع الشهر نوفمبر القادم، وترامب يريد أن يظهر للرأي العام الأمريكي أنه الحامي للمصالح الأمريكية، إضافة إلى ذلك أن إصابة أي جندي أمريكي من القوات الأمريكية سواء جندي أو دبلوماسي هذا معناه أنه راح يخلق نوع من التراجع في شعبية ترامب في الانتخابات القادمة، لأنه إذا تعرضت قواته إلى إصابة فمعناها أنه راح يكون عند رد، وهذا الرد راح يوتر الأمر بصورة عامة. لذا فإن سحب السفارة الأمريكية من بغداد ونقل الدبلوماسيين إلى أربيل هي ممكن أنه تكون ورقة ضغط على الحكومة العراقية حتى تتخذ خطوات جدية أكثر، أو أنها يعني خطوة مؤقتة قد تكون 2 أو 3 شهور حتى ينظمون وضعهم اللوجستي، وأيضا مسألة الانتخابات تعبر ومن ثم يعاودون العمل من بغداد. أما إذا كان هذا التصعيد انسحاب كامل للسفارة ونقلها إلى أربيل فمعناها إعلان حالة حرب الحقيقة على العراق، وهذا راح يلقي بتبعاته على الشعب العراقي، يعني الاقتصاد العراقي سوف ينهار تماما، إضافة إلى أنه العراق تعب من الحروب والأزمات فيريد يرتاح، متى يرتاح يعني؟ طيب لكن ما فائدة، أكو نقاط مهمة بهذا الموضوع، شنو فائدة التقدم الأبني اللي حققته حكومة السيد الكاظمي
في المنطقة الخضراء من دون التعرض للأطراف التي هي تسببت بكل هذه الخلخلة وكل هذه ضربات صواريخ الكاتيوشي. عزيز أستاذ أحمد، الدولة العراقية بعد 2003 إلى اليوم تفتقد إلى الشفافية. المواطن العراقي الآن يتساءل من هي الجهات التي تضرب المصالح الأمريكية، ويعني وهي محمية طبعا، هي السفارة قمو جت جزافا، هنالك اتفاقية دولية، اتفاقية فيينا لعام 61 من المادة 20 و21 و22، جميعها نصت على حماية السفارات والدبلوماسيين وتوفير الحماية والأمن لهم، وذول ضيوف العراق. وثانيا هاي الأرض اللي بها السفارة تمثل أرض أمريكية، مثل ما السفارة البريطانية والمصرية والصومالية وجميع السفارات، هؤلاء جميعا هم بحماية الدولة العراقية. فأما أن نكون دولة ونتعامل مع ضيوفنا على أساس أنه إحنا دولة وفعلا نحميهم، أو نقول نحن عاجزين عن حمايتكم لأنه أكو جهات هي جهات كذا وكذا الفلانية ونسميها بالاسم. يعني إذا الدولة ما عندها معلومات عن الجهات التي تقصف يومية تقصف المنطقة الخضراء وتعرض حتى حياة المواطنين إلى الخطر، يعني مو فقط الأمريكان. هسه احنا ما صار 8 أشهر يعني ما شاهدنا أنه أمريكا قد قتل، لكن سمعنا عن مقتل العوائل العراقية. طيب لكن السيد الكاظمي دكتور، يعني فعليا الآن هو دي حاصر هذه الميليشيات شيئا فشيئا بشكل تدريجي، عمليات حصر السلاح بيد الدولة، تأمين المنطقة الخضراء الآن بالجديد بهذه الفرق الخاصة والبعثات الدبلوماسية. البعض يعتقد هو احنا لازم هالشكل، لازم بشكل تدريجي، ما تقدر اليوم تصطدم بهذه الأطراف مباشرة، شيء إرث صعب جدا اليوم دي يجري الكاظمي، لازم هالشكل يشتغل، وإذا اشتغل بطريقة مباشرة مثل ما حضرتك تفضلت قد ندخل في صراع خطير جدا نتائجه لا تحمد عقباه. يا عزيزي، من قال أنه إحنا نطلب من عند المواجهة المباشرة؟ العراقيين تعبوا من مواجهة الحروب والقصف والقتال بالشوارع والطائفية وغيرها. العراق الآن يبحث عن الأمن والاستقرار، ما يريد شيء أكثر. الكاظم عليه أنه مثل ما يعمل بطريق محاصرة تلك الجهات المسلحة هو نجح إلى حد ما، والدليل أنه يعني كثير من الفصائل تبرت أنه هم ما لهم علاقة بهذه الجهات اللي جاي تقصف. في نفس الوقت عليه أنه يستثمر الإعلام، أكو جهات هي خارج مثلا المنظومة الفلانية هي هاي اللي تقصف، هاي الجهات مدعومة من البلد الفلاني، هذه الجهات تتصرف على هواها وعلى كيفها. احنا ما نقدر نخلي بلدنا يذهب إلى المجهول لإرضاء كم نفر يعني خارج عن القانون. هذا شيء مو صحيح. يعني انسحاب السفارة الأمريكية لو حدث معناه انسحاب السفارات البقية الأوروبية والعربية. يعني أذكرك أنه الكاظمي عند سفرة لأوروبا خلال هذا الشهر. طيب لما يروح لأوروبا كيف يعني يقنعهم أنه العراق بلد مستقل والسفارات تنتهك؟ كيف ممكن أنه يتعاملون معه؟ طيب بس دكتور أكو قضية خطيرة، أنه يضبط تمام قاعد دولة، لكن أكو من يقول أنه سيد الكاظمي يعرف كل هذه التفاصيل ويعرف هذه الأطراف ويعرف أسماءها ويعرف شخوصها، لكن هذه الأطراف حتى وإن تبرأت منها كل الفصائل، تبرأ منها الحشد الشعبي، الجميع حقيقة تبرأ من عدها، لكن عدم إلقاء القبض على أي أحد منهم أو التعرض عليهم ما يدلل لك انه هذول بعد ظهرهم قوي بالعراق؟ هذول بعدهم ظهرهم قوي، هذول اطراف خفيه لاطراف موجوده الان هي في الدوله. بعض يعتقد انه الامر بهذه الخطوره. احنا طالبنا الكاظمي عده مرات وعده لقاءات انه يظهر ويصارح الشعب بخطاب بسيط وشفاف. يعني انا البارحه شاهدت خطاب الكاظمي لم يكن موفق تماما. المسائل الاساسيه التي تمس أمن وقوت المواطن لم يتطرق لها. العلاقة بين الحشد والفصائل المسلحة والكاظمي لم يتطرق لها، وهي أس المشكلة. يعني الآن إحنا نعرف أنه الحشد الشعبي هي
مؤسسة عسكرية تابعة للقائد العام، أسست وفق نظام وقدمت شهداء وجرحى كثيرين، لكن الآن اختلطت الأوراق. يعني الكثيرين يوجهون أصابع الاتهام إلى فصائل الحشد نتيجة لغياب الشفافية. يعني البارحة الكاظمي يعني حاول يمسك العصا من الوسط دون أن يتطرق إلى قص المشكلة، إنه هذه المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون والتي تحاول المساس بمصالح العراق ما سماها بالاسم، وهو كان رئيس مخابرات وعلى اطلاع، حتما على اطلاع. يعني إذا الكاظمي مو على اطلاع والبرلمان مو على اطلاع والقوات الأمنية مو على اطلاع، كيف المواطن البسيط كيف ممكن أنه يقتنع؟ أنت يعني تستطيع أنه تقنع بخطابك الإعلامي أنه يا بالكاظمي ترى ما يدري ما يعرف، بس دكتور المؤسسات العسكرية يعني وغيرها. يعني تعتقد هي محتاجة أنه سيد الكاظمي يقول اسم الميليشيات الفلانية والفلانية؟ مو معروضة. نعم يعني هسه أنا بالمقدمة ذكرت كل أسمائهم، أهل الكهف وعصبة الثائرين، لأن هم معترفين على منصة التليجرام، معترفين بالهجمات ومصوريها كلها، ما يحتاج يحكي بالاسم، معروضة الأسماء ومعترفين الجماعة، شكو دي يقولها مرة ثانية؟ أنا وياك نعرفهم، لكن طلع لي أحد من عندهم. دولة على الدولة أنه مثل ما سربت هذه المنظمات عليها أنه تعتقل بعض على الأقل هسه من شخوصها وطلعهم على التلفاز، يعني حتى الناس تشوفهم شنو دوافعكم بابا؟ أنتوا ليش دا تقصفون يعني هذه المقرات؟ ليش دا تعرضون أمن البلد للخطر؟ خل نفهم ذولي شنو أهدافهم، من هي الجهة التي تقف وراهم؟ بس يجوز الكاظم يعرف الجهة اللي تقف بظهرهم ودي ينتظر الوقت المناسب للانقضاض عليهم، لأن الآن الوقت غير مناسب. يا صديقي، المواطن العراقي قضى عمره ينتظر الوقت المناسب، الوقت المناسب لانتهاء الحرب العراقية الإيرانية، الوقت المناسب لانتهاء الحصار، الوقت المناسب لانتهاء الطائفية، الوقت المناسب. إلى متى يبقى المواطن بانتظار منقذ يجي من السماء أو منقذ يجي من وراء الحدود؟ على السلطات، البرلمان والدولة، أن تتعامل بشفافية مطلقة مع المواطن وتكون حتى يكون أداتها. يعني الآن المواطن يتساءل، رواتب ماكو، 5 مليون موظف، كل موظف لنفرض أعضاء عائلته 4، هاي 20 مليون، 20 مليون شخص هذا الشهر سوف ينتقم إذا ما حصل على راتب. أكو أمور يفترض أنه يطلع رئيس الدولة بخطاب صريح وواضح، يعني البرلمان يشمرها على الحكومة، الحكومة تشمرها على البرلمان. أنا شنو ذنبي كمواطن أبقى أنتظر؟ طيب أنتظر شو وقت تصافون قرارات؟ ممتاز جدا. دعنا الآن ننتقل ونرحب أيضا بضيفنا عبر السكايب، رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بك دكتور. يعني أهلا وسهلا. يعني الآن إحنا لدينا حقيقة معادلة، ألا وهي هذه المعادلة تقول أنه إحنا اليوم عندنا حماية للبعثات الدبلوماسية، والدليل أكثر من 10 أيام إحنا ما عندنا أي صاروخ كاتيوشا أو من هذه الصواريخ التابعة للميليشيات تقصف المنطقة الخضراء، أمان نسبي في المنطقة الخضراء الآن. هل نستطيع أن نسير الأمور فقط بالاكتفاء بالحماية من دون التعرض إلى الميليشيات المتسببة بهذا القصف؟ شكرا على استضافة، تحياتي لك ولضيفك لمشاهدي قناتكم الكرام. حياكم الله. أنا من وجهة نظري أن القضية قد تكون هناك هدنة، لكن الموضوع هو أعمق بكثير. يعني هذه الجماعات التي تستهدف المنطقة الخضراء، المصالح الغربية بما لا يقبل الشك بأنها تتبع إلى حد كبير جدا طبيعة الإرادة الخارجية، أو أنها انعكاس لطبيعة الصراع ما بين واشنطن وطهران على مستوى الأرض العراقية. قد تكون هذه الهدنة نتيجة تلك الإشارات أو تلك الهدنة التي فيما يبدو بأن إيران تسعى إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم هذا السلاح المنفلت لهذه الجماعات التي يعني فيما يبدو تبرأ منها الأغلب، يعني أيضا يضع في حساباته
تلك الهدنة التي أشرت إليها أو التي تسعى إليها هذه الجماعات. مع ذلك إذا ما كان هناك كسر أو حادثة احتكاك ما بين أو تصاعد للخلاف التوتر في منطقة الخليج بين واشنطن وطهران، أنا أتصور بأن هذه الجماعات يمكن أن تعود مرة أخرى وتكسر الهدنة التي أشرت إليها أو التي أسميتها بالنسبية. ولهذا أنا أضع بأنه الموضوع هو لا يرتبط بالداخل العراقي أكثر ما يرتبط بقضية الصراع الخارجي، وما يجري على الأرض العراقية هي تصفية حسابات. يعني لا يمكن أن نقول تصفية حسابات ليس الحسابات العراقية يعني. ولهذا هذا الهدوء نسبي قد يعني تتبعه العاصفة إذا ما كان هناك احتكاك، أو أن يكون هناك سلام دائم إذا ما تم التوصل إلى اشتراطات سواء مع انتخاب ترامب أو حتى مع مجيء بايدن الذي سيكمل سياسة ترامب. يعني قد لا نجد في قادم الأيام أي من هذه الهجمات. طيب، لكن اتصال بومبيو ولقاء السفير الأمريكي برئيس الجمهورية العراقي، يعني ألا تعتقد أن هنالك نوع من القناعة الأمريكية نسبيا على الأقل أنه الحكومة تصرفت، أنه خلاص بدأت البعثات الدبلوماسية تصير للحماية، أكو تعهدات وغيرها، عودة الاتصالات واللقاءات ألا تطمئن بأن هنالك شيء جيد ولا ندخل في هذه العزلة الدولية التي يخاف منها الكثيرون؟ أنا من اللحظة الأولى يعني أشرت بأن إغلاق السفارة وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى جهد الدبلوماسي لم أذهب معه، كانت هي ورقة تلويح يعني منذ اللحظة الأولى التي خرجت بها الأنباء. والسيد الكاظمي أشار يوم أمس بالتحديد إلى قضية أنه لم يصل للعراق أي تهديد بإغلاق السفارة الأمريكية، هذا أولا. الأمر الآخر يعني يبدو بأن طبيعة الإجراءات التي اتخذت، يعني هنا لا نتحدث عن قضية تأمين هذه البعثات الدبلوماسية وهو واجب على العراق يعني يعمل على تأمين هذه البعثات، لكن فيما يبدو بأن بعض القوى السياسية القريبة جدا من هذه الجماعات يبدو بأنها استشعرت خطرا كبيرا جدا إذا ما كان هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مرة أخرى أقول الموضوع هو أن هذه الجهات الأجنحة السياسية هي تخشى من أن يكون هناك يعني عقوبات أمريكية على ليس فقط على هذه الجماعات، جماعات الكاثيوشا، أو وإنما قد يشمل بعض القيادات السياسية القريبة منها، ولذلك هي تعمل على التهدئة، وهذا شيء جيد يعني يتزامن طبعا مع الحوارات التي أجرتها الحكومة على مستوى الداخل مع الأجنحة السياسية لهذه الجماعات، وأيضا ذلك الحوار العابر للحدود مع طهران. وقد يكون قد تكون عفوا زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى طهران مؤخرا قد حملت مستوى القلق العراقي نتيجة استمرار هذا الاستهداف. يعني إذا ما كان هناك ضربات أمريكية بمقابل هذه الضربات، العراق سيتحول إلى أرض اشتباك وبالتالي يهتز الأمن. الكاظمي يسعى إلى فرض مزيد من الاستقرار السياسي والأمني لغرض تهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة، ولذلك هو يعول على الحوار السياسي أكثر ما يعول يعني في قضية تقويض هذه الضربات. وأيضاً طيب، لكن دكتور إحسان عفوا عن المقاطعة، لكن حوار سياسي مع من؟ هذه الأطراف مثل ما قلنا تبرأت منها، كل الأطراف الجميع تبرأ وأدانها أصلا، حوار سياسي مع من؟ يعني الحوار الوحيد هو لغة القوة مع هذه الميليشيات حتى نقنع البعثات الدبلوماسية ونستقر. الكاظمي يعني في استراتيجيته وضع أن يحاور الأجنحة السياسية لبعض الفصائل المسلحة، وبالتالي يمكن من خلال هذا الحوار أن يكون هناك تأثير من الأجنحة السياسية لهذه الفصائل على بعض الجماعات. هذا أما في قضية يعني استمرار الاستهداف
تراجع الحكومة في قضية تأمين البعثات الدبلوماسية. أعتقد أن الموضوع سيكون نقطة ضعف على الحكومة. الموضوع لم يعد يعني محل قلق تجاه أمن البعثات، والحكومة ملزمة مثل ما شفت، لكن القضية أصبحت ترتبط بقناعة المواطن العراقي منه بالتحديد بأن الدولة يجب أن تأخذ مساحتها الكافية في تقويض أي يعني عمل يمكن أن يكون خارج إطار طيب الدولة. دكتور، هل أفهم منك أنه التبرئة اللي سمعناها بالفترة الأخيرة ضد هذه الميليشيات اللي دا تسوي كل هذه العمليات، قد تكون بعض الأطراف منها اللي تبرأت علنا قد تكون لا زالت على تواصل مع هذه الميليشيات ولديها علاقة بشكل أو بآخر معها؟ أنا بتصوري يعني هذه الجماعات يعني لابد أن نقسم يعني هذه الجماعات، يعني من هو منضوي تحت هيئة الحشد الشعبي الرسمية، من هو فصائل مسلحة بعنوان المقاومة، والمسار الثالث هو ما يسمى بجماعات الكوتيوشا أو الميليشيات. هم لا ينتمون حسب البيانات التي دفعت من قبل بعض الفصائل، لا ينتمون لهذه الفصائل التي تسمى المقاومة، وأيضا لا ينتمون إلى هيئة الحشد الشعبي. بالنهاية يمكن يعني أن يكون هناك تواصل، خيوط، يمكن أن يكون هناك تأثير، يعني لا يمكن يعني وفق هذه الساحة العراقية لا تكون هناك معلومات عن طبيعة هذه الجماعات يعني التي تستهدف، وبالتالي لابد من خيوط تواصل. أنا أقول لابد من خيوط تواصل مع هذه الجماعات. طيب إذا نعود إلى الدكتور سلام من جديد، دكتور شلون الأمريكان راح يقتنعون إنه يرجعون ويفتحون سفارتهم مرة ثانية وأنت عندك ولادة لتسع ميليشيات خارج إطار الدولة خلال 10 أشهر فقط، وهنالك توقعات إنه أصلاً راح تزيد هذه الميليشيات وراح تصير أكثر بكثير من العدد اللي ذكرناه اليوم؟ على أي أساس يرجعون يفتحون السفارة وهذه الميليشيات تزيد؟ تحية للدكتور إحسان، ما رحبت به بالبداية. الحقيقة أحمد أنه أكو انتخابات أمريكية، هذه الانتخابات الأمريكية ألقت بظلالها على المشهد السياسي العراقي. إيران من جهة أوجعها الحصار تماما، لذلك هي تريد أن يخسر ترامب الانتخابات. فبعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران تحاول إحراج القوات الأمريكية من خلال الصدام والمجاهدة معها. إيران تراهن على خسارة ترامب وفوز بايدن حتى يفتح معها حوار جديد. هذه المشكلة من جانب الإيراني. المشكلة من جانب الأمريكي إنه ترامب يريد يظهر بمظهر الحامل للمصالح الأمريكية رعامة حتى يعني يحصل أكثر قدر من الأصوات. الخاسر الوحيد بهذا الصراع الأمريكي الإيراني هو المواطن العراقي، هو الشعب العراقي. الكتل السياسية العراقية الحقيقة التي تبرت من هذه الهجمات أدركت حجم هذه المشكلة وأن التهديد جدي، لذلك أعلنت براءتها من جميع الفصائل التي تلقي بالكاتيوشا أو ما يسمى بالكاتيوشا. الشعب العراقي اليوم بعد ما عاد يطيق ذرعا أنه يكون ساحة للقتال، تارة مع هذه الدولة أو مع تلك الدولة على الأرض العراقية. الآن العراق يريد يتحرر ويعود كدولة، دولة صالحة، دولة راشدة، دولة مستقلة بعيدا عن الولاء لليمين أو اليسار بهذا الاتجاه. طيب لكن دكتور سلام، أكو من يعتقد المرحلة عجبنا شئنا أم أبينا محتاجة إلى قوة، محتاجة إلى مواجهة، وإلا أنت ما تقدر اليوم تسوي ثورة صناعية مثل ما سوت أوروبا ومثل ما نهضت الدول الأخرى بعد احتلال الدول العظمى لها، الاتحاد السوفيتي وأمثلة كثيرة جداً.
أنت محتاج إلى قوة. البعض يعتقد إحنا محتاجين إلى شيء من الدكتاتورية في بعض الأمور حتى تطلع من الأزمة اللي أنت واقع بها وهذا الحرج. يعني ألا تعتقد أن هنالك منطق لبعض المواطنين في التفسير بهذا الشكل؟ أستاذ أحمد، فرض القوة لا يعني أنه ديمقراطية. شوف الديمقراطيات الغربية اللي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، جميع هذه الديمقراطية محروسة بقوة القانون، بقوة فرض القانون. أصلاً أحد آليات الحكم الراشد هو فرض القانون. يعني أضرب لك مثل، الشهر الماضي في السويد أحد المسؤولين الكبار لقوا عنده مسدس، قامت القيامة. كيف هذا يعني موجود عنده مسدس؟ هو الرجل مشايله أصلاً موجود في البيت. إذن الدول حتى تكون دول حقيقية وراشدة يفترض أن يكون هنالك قانون قوي يحميها، وهذا ما نتطرق له دائما. على حكومة الكاظم أن تسعى لفرض القانون. الآن أكو انتخابات مقبلة بالعراق بالشهر السادس، كيف راح تجرى هذه الانتخابات والتسع فصائل شكلت خلال فترة وجيزة مسلحة؟ كيف راح تجرى؟ المواطن العراقي الآن ما يشعر بالأمن، ما يشعر بالأمان لوجود هذه أكثر من 100 فصيل مسلح موجود على الأرض العراقية. عن أي انتخابات مبكرة احنا نتحدث؟ هل نضحك على أنفسنا؟ لذا على الدولة فعلا أن تثبت قوتها، وهنالك قوات أمنية يعني شجاعة وقوية، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة يعني عن المخابرات، القوات الأمنية الأخرى، هذه ممكن الاعتماد عليها. حتى فصائل الحشد الشعبي أيضا ممكن الاعتماد عليها كثير. الآن هم منهم ماسك الساتر، ما هم فصائل الحشد الشعبي يعني البعض. لذلك على الكاظمي أنه يرتب أولوياته هي فرض النظام، وفرض النظام يبتدئ من الشارع. إذا شعر المواطن أنه هو حر وفي مأمن في بيته وفي منطقته، عند هذا نقدر نقول أنه الحكومة حققت نجاحا إلى حد ما، حتى تنطلق إلى مشاريع أوسع وأكثر، المشاريع الاقتصادية بناء علاقات استراتيجية. طيب إذا اصطدم السيد الكاظمي الآن مع هذه الأطراف وهذه الميليشيات اللي ذكرناها، أو اصطدم معها بعد 3 أشهر من الآن، تعتقد أكو فرق؟ أنه خلصان انتخابات بأمريكا مثلا، أزمة اقتصادية، الكورونا يجوز شايفين للقاح أو غيرها، يجوز التظاهرات ماخذة توجهات أفضل وقناعة أكبر بحكومة الكاظمي، ما تعتقد يعني حتختلف طبيعة الصدام إذا صارت هسه أو بعد 3 أشهر؟ المواجهة قادمة لا محال مع تلك الفصائل. لكن الآن الشيء الإيجابي أنه الفصائل الرئيسية قد تبرأت منعته، فراح تنحصر يعني هذه الفصائل المحدودة راح يتم عزلها، وبالتالي من السهل يعني أما استيعابها أو يعني إلقاء القبض عليها أو بأي صيغة أخرى، راح تكون فصائل معدودة. وهذه مرتبطة أيضا بنجاح العملية السياسية، التوافق بين الكتل السياسية. الآن أكو خلافات، هاي الخلافات بين الكتل السياسية والكاظمي اللي هو البارحة ما تحدث عليها، يعني الحقيقة كان يفترض أنه يشير، هي العلاقة مو وردية بين الكتل السياسية والكاظمي أصلا، هي أساس المشكلة، لأن الكتل السياسية لديها أذرع مسلحة. لا هو قال يأخذ العلاقة بحسن نية معهم حتى لو كانت خلافات أو غيرها. إحنا هم نأخذها بحسن نية زين. منو ما هو الشارع اللي جاي يدفع ثمن تلك الخلافات؟ طيب الشارع اللي جاي يدفع الثمن. جيد، دعني أنتقل الآن إلى الدكتور يعني حسان. جميل، خليني أعود لك بالتأكيد دكتور سلام. دكتور حسان، الآن البعض يعتقد إذا يعني السيد الكاظمي فعليا ما راح يقدر يصطدم بهذه الأطراف شئنا أم أبينا، ما راح يقدر، هذه صعبة الشغلة، لأن إذا اصطدم بهم فجأة اللادولة تتحول إلى دولة بشكل أو بآخر وينقلبون عليه، وممكن نشوفه في وضع محرج للغاية، يمكن أسوأ من الموقف اللي هو به الآن. يعني هل تعتقد فعليا أنه هو في هذه المعادلة وما راح يقدر يطلع من عندها؟ يعني هي المواجهة مؤجلة لحين
قد تكون هناك إرادة سياسية داعمة لتوجهات السيد الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا وأن الكاظمي يريد على أقل تقدير أن يمضي بحكومته نحو الانتخابات المبكرة ويسلم مثل هكذا قرارات مصيرية. يعني في قد يتطور الموضوع مثل ما أشرت إلى حرب داخلية مع هذه الجماعات التي لا يمكن أن توصف بأنها تحت مظلة الدولة، وهذا قد يعيق موضوع الانتخابات المبكرة. يعني هناك خطة في هذا الجانب أو واحدة من السيناريوهات التي تسعى إليها بعض الجهات، لذلك هو قدر المستطاع يبحث عن مساحة تهدئة، أيضا يعني يعتمد على الحوار مثل ما أشرت. نتائج الانتخابات الأمريكية، يعني إيران مقتنعة بالنهاية سواء فاز ترامب أو بايدن، إيران ستذهب إلى طاولة المفاوضات، لا يوجد فرق لديها. يعني إذا ما فاز ترامب فبالنهاية إيران مضطرة، يعني بحكم العزلة، بحكم الأزمة الاقتصادية، تعاني كثيرا، يعني لابد أن تعترف فيها رغم انهيار كامل للعملة الإيرانية. وأيضا حتى الديمقراطيين بايدن إذا ما فاز في الانتخابات فهو لن يفرط يعني في صورة الولايات المتحدة الأمريكية، بل على العكس، يعني مثل ما أشرت قبل قليل هو سيكمل ما بدأ به ترامب. بالنهاية ستذهب إيران إلى هذه إلى طاولة المفاوضات، وهذا قد يعني يساعد بشكل كبير حكومة الكاظمي أو حتى الحكومة القادمة على نهاية هذا الصراع. مرة أخرى أقول بأنه قد تكون المواجهة مؤجلة، لكن إذا ما كان هناك محاولة لابتلاع أكثر للدولة ومحاولة إضعاف الدولة، فقد يكون الكاظمي مضطرا إلى هذه المواجهة. طيب، لكن متى لكن دكتور ذلك. يعني ألم يكن من الأفضل للسيد الكاظمي أنه يستعين بالتحالف الدولي مثلا لمواجهة هذه الميليشيات اللي نحكي بها اللي هي خارج إطار الدولة، وكل الكتل وكل القوى وكل النواب تقريبا دي يطالبون السيد الكاظمي أنه يقتص من عندهم ويوقف هذه العمليات ويلقي القبض عليهم ويكشفهم، ما كان أفضل بعد عودته من واشنطن أن يستعين بالتحالف الدولي ضد هذه الأطراف كون أنها أطراف إرهابية تحت هذا العنوان؟ يعني لا أتصور هذا قد يزيد من التداعيات، خصوصا في قضية يعني الاعتماد على بعض الأطراف الخارجية. هذا قد يعني لا يتيح للسيد الكاظمي مزيد من الدعم السياسي، لذلك هو يعول على الإجراءات الداخلية أكثر ما يعول على الانخراط الدولي. يعني إذا ما كان هناك تدخل من قبل التحالف الدولي، يعني بالنهاية هذه الجماعات تعتقد بأن أمريكا هذا، ومن ثم يتحول الموضوع إلى جانب عقائدي في قضية الصراع هذا على مستوى الداخل العراقي، وبالتالي تكون له تداعيات كبيرة. يعني عفوا دكتور، يعني فجأة هذه الميليشيات يتحولون إلى أبطال إذا ما تحرك بهذا التحرك؟ أنا أقول بأنه إذا أمريكا تدخلت بطلب من الحكومة العراقية حول هذه الجماعات، الموضوع سيتحول إلى موضوع يعني عقائدي، وبالتالي يعني له تداعيات كبيرة. يعني ولذلك أتصور بأن الكاظمي يفكر بالحلول العراقية أكثر ما يفكر في قضية التدخل الخارجي الذي ممكن. لكن مرة أخرى أقول بلحاظ ما قدمته بلاسخرت على مستوى جلسات مجلس الأمن الدولي أولا، وأيضا طبيعة الإشارات التي صدرت حتى في اجتماع الرئاسات الثلاث من أن هناك محاولة لتقويض وهز أركان الدولة العراقية، تهديد النظام السياسي الديمقراطي، أتصور بأن الأمر متروك لتقديرات ليس فقط الكاظمي أقول، وإنما لابد من قرار سياسي داخلي حول عملية مثل هكذا تدخل. هل سيصل الكاظمي إلى هذا القرار؟ يعني يستحصل هذا القرار من قبل القوى السياسية؟ أيضا سوف تتشظى ولن يصل إلى هذه النتيجة، وبالتالي
هل سيواجه لنفسه بنفسه يعني هذه الجماعات؟ أتصور بأنه الوقت قد لا يتيح مرة أخرى، اللهم إلا إذا كان هناك يعني محاولة أو انقلاب من هذه الجماعات على الحكم، على النظام السياسي، فهناك يعني آليات يمكن أن يعتمدها السيد الكاظم. طيب المتظاهرين وين من هذه المعادلة كلها؟ ويا من يوقفون؟ ضد من يوقفون؟ ضاعوا المتظاهرين؟ لو ايش صار من عندهم دكتور حسابي حسب قراءتك؟ أنا بتصور أن المتظاهرين لا زالوا يمثلون القوة الضاغطة، يعني قد تكون بعض يعني جائحة كوفيد 19 وأيضا طبيعة الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق قد أجلت موضوع أن تعود هذه التظاهرات بذلك الزخم، لكن أتصور الموضوع لا يرتبط فقط في هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، إنما نتحدث عن مناورة قوى سياسية بصياغة قانون انتخابي وفق مقاساتها وفق مصالحها، أيضا عدم وجود تشريع لقانون أحزاب أو تعديل قانون الأحزاب، تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، هذه جميعها قد تدفع الشباب مرة أخرى. وأنا أتوقع بأن إذا ما وجد الشباب أو الشعب العراقي منه بالتحديد بأن استمرار هذه القوى السياسية بمحاولتها الإمساك والاحتكار والإقصاء للكفاءات الوطنية وللجيل السياسي الجديد، أتصور بأن الثورة القادمة ستسقط كل هذه الطبقة السياسية، وبالتالي قد نتحول أمام مشهد مغاير، يعني ليس مشهد الصراع الآن الذي نتحدث عنه ما بين الكاظمي وهذه الجماعات، بل قد نشهد مشهد الثورة من جهة والنظام برمته من جهة أخرى. وأنا أتوقع بأن الفائز الأكبر سيكون الشعب العراقي الذي سيحدد مصيره، لأن كل ما يجري هو نتيجة هذه الطبقة السياسية من أخطاء وخطيئة. طيب. ولذلك الشعب يمتلك القرار في التصحيح. جيد، إذن دعني أعود على عجالة إلى الدكتور سلام من جديد. البلومبرغ قالت مو من مصلحة المتظاهرين أنه يوقفون ضد السيد الكاظمي لسببين، أولا الأفضل لهم أن يصيروا مع الكاظمي حتى يقدر يمشي بإصلاحاته يدعموه، وثانيا أنه الميليشيات والأطراف التي تعمل خارج إطار الدولة وبعض القوى اللي تريد الكاظمي يتعثر هم واقفين ضد الكاظمي وضد المتظاهرين، فالأفضل المتظاهرين أن يدعمون الكاظمي أو على الأقل ما يعادوه. يعني ألا تعتقد قد تكون هنا المصلحة بالنسبة للمتظاهرين على الأقل في الفترة القادمة؟ الحقيقة حكومة الكاظمي في محنة، ربما الآن خف التوتر بعض الشيء، لكنه قد يعود مرة أخرى. الكاظمي كان أمام محنة أنه أما يضرب الميليشيات المسلحة المنفلتة اللي توجه السلاح ضد مصالح البلدان، ضد السفارات، وبالتالي راح يكون يظهر أمام الشارع أنه وجه هاي الضربات نتيجة للضغوط الأمريكية، أو أن يسكت عن هذه أصحاب الكاتيوشة، وبالتالي يعني يطلع أمام الرأي العام العالمي أنه غير قادر على حماية السفارات، فكان بمحنة الحقيقة. الآن ربما خفت بعض الشيء. بالنسبة لانتفاضة أكتوبر، انتفاضة أكتوبر هي أساساً جاءت من أجل إعادة الوطن المسلوب. الوطن المسلوب منين مسلوب؟ هو من اللا دولة. هاي يعني هاي الميليشيات المنفلتة، الفاسدين، الفساد، جاءت هذه الانتفاضة بوجه هؤلاء كلهم حتى نرجع يعني دولة قوية كانت وأفضل. الكاظمي الآن بحسب وجهة نظر المتظاهرين طيب. إنه هو الآن في مهلة، هم لا معه ولا ضده. طيب أنا يعني عن الأغلبية أتحدث، هنالك من هو ضده تماما وهنالك من هو معه تماما، لكن المؤشرات تشير إلى أنه هنالك مهلة للحراك الجماهيري أزاء طيب. حكومة الكاظمي خصوصا طيب. وإنه أقدم على خطوات مهمة منها المنافذ الحدودية ويعني تأمين المنطقة الخضراء طيب
والرواتب رفحة، ممتاز متعددة وغيرها. وضحت الصورة دكتور. نعم. سلماني، للأسف حقيقة اليوم يعني وقتنا وكأنه ضيق، مع العلم استفادينا من كل الوقت اليوم. كنت معنا من ستوكهولم عبر الإسكاب الكاتب والباحث في الشأن السياسي الدكتور سلام قاسم، شكرا جزيلا على حضورك اليوم. كذلك أود أن أشكر ضيفنا أيضا عبر الإسكايب رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، شكرا جزيلا على حضورك أيضا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.